أنا شخصيا حليمة العسالي سيدة اللي كنحترمها ونقدرها، مناضلة عندها الحضور ديالها، واللي تيقول أنا نشتغل أحسن منها يزيد يشتغل أحسن منها. ما هي ما حابسة الطريق حتى على شي واحد. كتأثر ماشي هي اللي كتقرر، لكن الأمين العام وكاين المكتب السياسي، ربما عندها الكاريزما ديالها اللي كتعطي رأيها وكيتبوها الناس. كل واحد تيحلم انه تكون عنده القوة السياسية باش يمكن كلامه يشدوا بين الناس. على ان نقولوا ليه لا، بالعكس بالعكس، اللي تيشتغل وتيخدم مستطيع يأثر الله يسهل عليه. اللي ما عجبوش حليمه يجي يدير احسن منها ويأثر ويغوت، ولا يكسب الناس، ولا يكسب القوة، ولا يتموقع، ولا كذا. هذا هو التدافع. اما راه كديروا هذه هي ماشي الامين العام، الامين العام كان هو سي العنصر، ولكن بالطبع كل واحد فينا تيحاول يأثر على القرار بطريقته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.